مرحبا أصدقائي، وياكم نصير. ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح نسوي ميلك شيك بثلاث نكهات. أنا هنا مختار الموز والتوت البري والبطيخ أو الشمام، وهنا عندنا حليب وعسل وآيس كريم، وانتو تقدرون تختارون أي نكهة تعجبكم. وهنا الحليب للآيس كريم، كمية الحليب للآيس كريم أنا مختار كوب بكوب، وانتو حسب رغبتكم تحبون تزيدون الحليب شوية أو تقللوه كيفكم. وهسه يلا خلينا نبلش. اول شيء راح نرجع الايس كريم للفريز، اهم شيء لانه حتى ما يذوب، وما نريد نستخدمه نجيبه، وباقي المكونات هم نخليهم بالثلاجة. وانا حتى الجلاصات اللي راح اقدم بين خالهم بالثلاجة حتى من ندير بهن الملك شيك يظل بارد وما يذوب. وهنا عندنا خطوة اضافية، راح نسوي صوص الموز حتى نزين بيه بالاخير. راح نحتاج موز وشكر ومي. راح نقطع الموز ونخليه بجذرية صغيرة، ونضيف عليه الشكر والماء ونخليه على النار لمدة 7 دقائق إلى 8 دقائق. بعد 8 دقائق تقريبا راح نشيله عن النار ونخليه بالخلاط. وأنا هنا شوية ضفت لون حتى تعزز اللون مال الموز، شوية لون أصفر، وراح نضربه بالخلاط ويكون جاهز. نخليه لحد ما يبرد حتى نستخدم. وهنا راح نسوي كريمة للتزيين، اللي يحب يسويها واللي ما يحب براحته. راح نحتاج كريمة طبخ أو كريمة الخفق، وهنا عندنا هاند ميكسر أو الخلاط اليدوي. راح نخلطها لمدة 6 إلى 8 دقائق وتكون جاهزة، واللي يحب يضيف لها شوية شكر يقدر يضيف لها. بعد ما صارت الكريمة جاهزة بهالشكل هذا، راح نجيب كيس التزيين والراس النجمي اللي بهالشكل هذا، نخليه بالكيس ونخلي الكريمة بالكيس ونخليه على جهة بالثلاجة لحد ما نحتاجها. وهسه راح نبلش بالميلك شيك. اول شيء راح نقشر الموزه ونقطعها، بعدها نجيب الخلاط ونضيفه بالخلاط ونضيف عليها شويه عسل، وبعدها نجيب الحليب مالتنا من الثلاجه والايس كريم ونضيفه ونشغل الخلاط. وهنا بعد ما نخلط كل المكونات بصار عدة بهذا الشكل، راح نجيب الجلاس مالتنا من الثلاجة والصوص اللي سويناه ونزين بيه الجلاس بهالطريقة هاي مثل ما تشوفون، وبعدها ندير الميلك شيك بالجلاس ونزينه بالكريمة ويكون جاهز. وبالنسبة للتوت البري نفس الطريقة راح نسويه مثل ما تشوفون. بالنسبة للبطيخ أو الشمام راح نسوي بنفس الطريقة، بس ما راح نستخدم الخلاط العادي، راح نستخدم الخلاط اليدوي. وبالنسبة للمقادير كلها موجودة جوا بصندوق الوصف. وعوافي على قلوبكم ومع السلامة.